السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا this, that, these and those اللي كنسميهم demonstrative pronouns أو أسماء الإشارة. إذن كيف ما قلنا هادو كيتسموا أسماء إشارة، وكيف ما كنعرفوا أسماء الإشارة في اللغة العربية هما بزاف ولائحة طويلة على حسب الجنس والعدد إلى آخره، بينما في اللغة الإنجليزية كاينين غير هادو بأربعة. قبل ما نشوفوا كل واحد وفوقاش كنستعملوه، بغيت نذكركم بلي اسماء الاشاره في اللغه الانجليزيه ملي كنبغيو نستعملوهم ما كنهتموش ابدا بالجنس، يعني واش ذكر ولا انثى، ماشي بحال اللغه العربيه. مثلا في اللغه العربيه كاين هذا للمذكر وكاين هذه للمؤنث، بينما في اللغه الانجليزيه ما كنهتموش كما قلنا بالذكر او لا بالانثى. ايضا خصنا نركزوا على ان في الانجليزيه الجمع كيبدا من العدد جوج اثنان وماشي من ثلاثة، يعني في الانجليزيه ما كاينش مثنى بل كاين مفرد اللي هو واحد والجمع اللي هو جوج او اكثر. اذا فوقاش ما كنبغيو نستعملوا اداه اشاره في اللغه الانجليزيه كنهتموا بجوج حاجات فقط، اللي هما العدد ديال الشيء او الشخص المشار اليه، وايضا القرب او البعد ديالو، وهادشي اللي غنفهموه اكثر دابا ان شاء الله. اول اداه اشاره هي this، وكنستعملوها مع المفرد القريب. ما تفكروش فيها بزاف، دابا شويه غنشرحها. This كما قلنا تستعمل للمفرد القريب، that للمفرد البعيد، these للجمع القريب، and those للجمع البعيد. نبدأ بأول مثال مع this. إذا هاد البنت بغت تشير للقلم فهي غتستعمل this، حيث القلم مفرد وأيضا هو قريب منه. كيف ما سبق قلنا this كنستعملوها مع المفرد قلم واحد، القريب كنشوفه القلم شحال هو قريب من البنت. إذا جات هاد البنت مثلا تهضر على القلم كمثال، تقدر تقول This pencil is good. This pencil is good. Pencil هي قلم. إذا هنا كنشوفو استعملت this، علاش؟ كيف ما قلنا حيت this تستعمل للمفرد القريب. إذا This pencil is good كيعني هذا القلم جيد. كما قلنا this كنستعملها للمفرد القريب. هنا في الحالة الثانية شنو في رأيك غتستعمل البنت كأداة إشارة باش تقول نفس الجملة اللي قلناها من قبل، ولكن هاد المرة على القلم وهو بعيد عليها؟ غتستعمل ذات حيت القلم كما قلنا بعيد عليها، بالإضافة أنه قلم واحد، يعني هنا في هاد الحالة القلم يعتبر مفرد بعيد، فغتقول That pencil is good. That ماشي this حيت بعيد. That pencil is good يعني ذاك القلم جيد، وكما قلنا ذات تستعمل للمفرد البعيد. هنا غنبدلو المثال وغنتكلمو على الجمع. في الاول كنا كنستعملو قلم واحد، هنا غنستعملو جوج ديال الصور. اذا البنت بغات تشير لهاد الصور بجوج، اذا قلنا ذيس للمفرد القريب، ذات للمفرد البعيد. اذا في هاد الحاله الجمع القريب غنستعملو له ذيس. فاذا بغات البنت تعبر على الاشاره ديالها لهاد الصور في جمله كتقول These pictures are good. These pictures، pictures هما صور. These pictures are good يعني هذه الصور جيدة. إذا كما قلنا في هذه الحالة these تستعمل للجمع القريب. These تستعمل للجمع القريب. وأخيرا كآخر مثال عندنا صور وهي بعيدة على البنت. إذا بغات هذه البنت هذه تعبر على الإشارة ديالها للصور في جملة، فهي غتستعمل في هذه الحالة ماشي this، ماشي ذات، ماشي ذيز، بل ذوز، حيث قلنا ذوز تستعمل للجمع البعيد. إذا هنا عندنا صور وهي بعيدة فغنستعملو ذوز. فالجملة غتكون هي Those pictures are good. Those pictures are good. Pictures كما قلنا في الجمع وبعيدة على البنت، إذا كنستعملو ذوز. والجملة كتعني تلك الصور جيدة. إذا كما قلنا ذوز تستعمل للجمع البعيد. هنا غنكونو شفناهم بأربعة فوقاش كنستعملوهم، ودابا غنشوفو أمثلة. في كل مثال غنعطيكم واش كنهضرو على القريب ولا البعيد، فقط حيت الحالة ديالها الدرس خاصة شوية، حيت ما يمكنناش نعرفو البعد ديال الحاجة ولا الشخص المشار إليه من سياق الكلام ولا جملة فقط. فلذلك في كل مثال غنعطيكم واش كنهضرو على القريب ولا كنهضرو على البعيد. في المثال الأول عندنا فراغ. Exercise is very easy. Exercise is very easy. وهنا كنهضروا على القريب. إذا عندنا معلومة الأولى اللي هي كنهضروا على القريب. معلومة ثانية أن exercise يعني one exercise، وعاد كنشوفوا is. إذا
هاد الاكزرسايز هذا هو مفرد حيت هضرنا على اكزرسايز واحد فقط. اذا فقلنا اكزرسايز مفرد زائد قريب، اذا كنستعملوا this ولا that ولا these ولا those، كنستعملوا this حيت this كنستعملوها للمفرد القريب. So we say this exercise is very easy، يعني هذا التمرين سهل جدا. اول حاجه كنشوفوها في المثال الثاني هي ان المشار اليه غيكون بعيد. اذا نقرا الجمله I want فراغ book over there. هنا over there هي اشاره على ان المشار اليه بعيد، ولكن اذا ما كنتيش فهمتيها من الجمله فانا قلت لك انه المشار اليه غيكون بعيد، بقى لك غير تعرف واش المشار اليه هو مفرد ولا جمع. هنا عندنا book ماشي books، يعني كتاب واحد، اذا هنا مفرد. اذا عندنا بعيد ومفرد، المفرد البعيد قلنا كنستعملوا معاه that، اذا نقولوا I want that book، I want that book over there. في المثال الثالث كنشوفوا باللي المشار اليه غيكون قريب وعنا جوج ديال الفراغات، اذا غنكونوا كنهضروا على جوج ديال الاشياء مشار اليها. اول حاجه نبداو بالفراغ الاول give me فراغ paper، اذا هنا غنشوفوا باللي paper مفرد، paper كتعني ورقه، يعني فحال غنقولوا اعطيني فراغ ورقه، واش غنقولوا ديك الورقه ولا هاد الورقه؟ هنا قلنا قريب اذا غنقولوا هاد الورقه. اذا ملي رجعنا لور شويه غنشوفوا باللي القريب والمفرد، المفرد القريب كنستعملوا معاه this. So we say give me this paper. اما بالنسبه للفراغ الثاني فكنشوفوا pens، pens اقلام حبر، فهي في الجمع. اذا عندنا القريب والجمع، شفنا الجمع القريب كنستعملوا معهم these. So we say and these pens please. Give me this paper and these pens please. في الاول استعملنا this حيت paper مفرد، اما في الفراغ الثاني استعملنا these حيت pens جمع. المثال الرابع I liked فراغ dresses. dresses كتعني فساتين، اذا هي في الجمع كما كنشوفوا كاينه اس في الاخير. وايضا كنلاحظوا ان عندنا بعيد يعني المشار اليه او dresses في هذه الحاله بعيد على الشخص المتكلم، اذا كنقولوا بعيد زائد جمع، اذا الجمع البعيد كيكون معه those. I liked those dresses. المثال الخامس فراغ is my favorite fruit. favorite fruit كتعني الفاكهه المفضله. اول حاجه كنردوا على البال هي ان قلنا قريب، يعني ان المشار اليه قريب او الفاكهه المفضله في هذه الحاله هذه فغتكون قريبا للشخص المتكلم. اما المعلومه الثانيه خصنا نعرفوا واش جمع ولا مفرد. في هذه الحاله كنفهموا من الجمله ان المشار اليه هو مفرد حيت قلنا is my favorite fruit، ما قلناش are my favorite fruits، فهنا عندنا مفرد وعندنا قريب. اذا قلنا اداه الاشاره اللي كنستعملوها مع المفرد القريب هي this. So we'll say this is my favorite fruit. اول حاجه كنشوفوها في المثال السادس هي ان المشار اليه غيكون بعيد، اذا اداه الاشاره سواء غتكون that or those على حسب المشار اليه كما قلنا واش جمع ولا مفرد. نقراو الجمله فراغ boys، boys جمع. So boys are Muhammad's friends. So هنا كنستعملوا سواء that ولا those كيف ما قلنا على حسب واش جمع ولا مفرد. وهنا ملي شفنا boys في الجمع اذا غنستعملوا those. So we'll say those boys are Muhammad's friends. Those boys are Muhammad's friends. واخر مثال what's in فراغ box. box كتعني صندوق، وهنا عندنا صندوق في المفرد، اذا هذه هي اول معلومه كناخذوها. والمعلومه الثانيه هي ان المشار اليه اللي هو في هذه الحاله box قريب، اذا عندنا مفرد قريب، المفرد القريب كنستعملوا معه this. so we'll say what's in this box. what's in this box كتعني ماذا يوجد في هذا الصندوق. what's in this box غنعاودو نقراهم كاملين باش هيدا يعاودو يترسخو لنا شويه في بالنا. so first example this exercise is very easy. this exercise is very easy. I want that book over there. I want that book over there. give me this paper and these pens please. give me this paper and these pens please. I liked those dresses. I liked
those dresses. This is my favorite fruit. This is my favorite fruit. Those boys are Muhammad's friends. Those boys are Muhammad's friends. What's in this box? What's in this box? وهيدا غنكون سالينا إن شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا كيف ما شفتوا الدرس سهل وبسيط إن شاء الله تكونوا استوعبتوهم كيف كيفاش كنستعملوهم باش هيدا تبداو تستعملوهم تنتوما في الجمل ديالكم نتلاقاو في فيديو اللي ماجي إن شاء الله السلام عليكم